معاكم نجات ولا نجات بالريفية؟ معاكم نجات احبابينا عندكم يا والله الا جاك فن او ما شاء الله دايسنا 40 ديواياك في 40. السلام عليكم، اهلا الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ شي شتي وحنا صبرت علينا واحد شويه الشتا، انا ديما كنجري. والله الا بغيت نبدا معكم من الدار. هذا النهار ما عرفت ما لي، البارح درت فيديو بالريفيه، غادي نحطو لكم هذا النهار. وهذا النهار درت الغدا، درت كل شيء، بعدي درت صافي فيديو بالريفيه عاود ثاني. سير مليح، سير اسبقي. ايوا صافي يلا سالينا، راكم عارفين نشير. يلا صبت جوج ماكينات، بغيت ندير ثلاثة، الماء يتقطع عاوتاني. كايسة وبغيت ما قدامنا، كل مرة كيجبدوا لنا شي حاجة، ما نعرفش هاد الخطرة في العام كيصاوبوهم. المهم هاد النهار ان شاء الله يكون زوين بحالكم وزوين دائما بكم حبايب ديالي. نقول لكم ما تنسونيش لايك بالنسبة للناس اللي كيبغيوني، وبالنسبه للفيديو راه كيتفرجوا الناس اللي كيبغوني واللي ما كيبغيونيش، ماشي مشكل الدنيا هانيه. وغدا ان شاء الله كنت جبت شي حوايج ملي قيستهم، يلا منا ملي قيستهم ما جاوش قدي. ايوا صافي قلت غادي نردي، لا لقيت شي طايه كبيره هي هذيك، ما لقيتش غادي ماشي ما جاوش قدي، ما كيبينوا لي الفورمه ماشي مزيرين، طايه كبيره ولكن ما عرفتش. المهم خليكم معايا، ما تمشيو فين فين ما مشيت ان شاء الله نديكم معايا. اكيد الا لقيت شي حاجه في الجديد ماشي نصور لكم داكشي، انا ما كيعجبنيش نعاود نصور داكشي اللي داز. اي حاجه واخا يكون نفس المحل ما غاديش نصور شي زعما شي حاجه صورتها ونعاود ليها. زيد دغيا زيد الا المهم دخلوا شي حاجه جديده اكيد غادي نشارك معكم كالعاده. شكرا على التعاليق زوينين، وشكرا على التعاليق الخايبين، شكرا على النصائح، شكرا على كل شيء. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. مرحبا بينا في القناة ديال معاكم نجات ولا نجات بالريفية؟ معاكم نجات، مرحبا بينا عندكم. زعما شنو علاش جينا هنايا؟ علاش جينا هنايا؟ زعما انت ما عرفتش علاش جيتي؟ باقي القضية فيها القضية فيها الزغاريت الزغاريت يا الزغاريت. زعما باز ليكم، جيت معاكم وجالسين كتنمو فيا. باز نجات كيعجبو لها هادو، نجات ما عندهاش الذوق زعما كيعجبو لها هادو. الباطل 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 كيلصق ياك. والله الا زوينين، عنده السلعه زوين. جينا بوتيك اميره، غادي نشارك معاكم فين. عندهم الصباط زوين والسيكان والثمن مناسب حتى هو. شوفوا الالوان اي حاجه بغيتوها فنين. هذا اللي كيكون مريح، حتى هذاك اللي عندك جنيده في يدك كيكون مريح. عندو طالون شويه كبير، حتى هذاك زوين، حتى هذا عجبني. شوف فن زوين هذاك. شوف شوف النميمه، شوف الله يستر، شوف. شوف هذاك ابتسام الفوق، ذاك البيض، لا 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 اللي قدامك هذا. لا هذاك زوين. والله الا فن. والله الا زوين قطيفة. راه بروموسيون هذاك، هي كاغدي بروموسيون نيديا. نتوما ما كتبعوش انستغرام ديالو، انا ديما كنتبع شنو محطوط. ليسنا 40 ديوا ياك في 40. هذا فن ما شاء الله، شفتو عندهم في انستغرام، فيه الالوان، فيه الالوان ما شاء الله.
نديرو مع الشباب اللي شرينا جداد زعما انا ما ديروش عليا غادي نستركم ما ديروش عليا انا نستركم الله يلا فين لي اه شوف هذا مفتوح هذا الله الله العظيم شوف شوف هذا واعرين هذا مريحه شوف هذا مريحه ابتسام راحه كاينه اه والله الا كاينه الراحه شنو منين داني الصباح زوين او فيه الالوان فنين ها رجبتي سم زوينه فنه طوب اه هذيك راه الثمن ديالها يمكن شويه غاليه واعره فنه 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 انا باغي شي سبيكه اللوري شمع هذاك زوين عاد حسن عاد غيمشي مع كل شيء هذاك نسقسي دابا يمكن شي ما عرفتش المهم داك بلاصه الثمن ديالها خاص شوف مع شي ساك ديالها يكون فن هذا عاود زوين شوفوا الشكل ديالو فورما النجات سبحان الله زريني نجو نايدة ابتسام فيهم الألوان كي تطوى بحال هكا جراير تراكتور هادو كاينين بحال هكا سامبل كاينين هكا مقطنين بالنسبه اللي كيبغي شي حاجه هكا هذا هذيك شتا بزاف كيديروها اش عجبك ابتسام منهم الشربي وسميتو هذاك الساك هادو الصغيورين زوينين هادو فنين داك بيجو الكحل كتار عندهم راه 100 درهم السيكان هادو لا يمكن هادو شعال 100 درهم وهادو شعال الكبار لتحت هذاك 450 درهم 450 فرانك عبد الله سيمكن الثمن ديالها بوحده ومن تما فوقانيين بحال اللي عند ابتسام ها سقسي سقسي شوف واش عنده بحال هذاك زوينين هاي 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 الزين ما شاء الله لا لا من عسي شدي الابتسام ها انتم الجديد عند حسنة والجديد مع زنيدة لا لا وني يسهر مش ما تقرا السنة سهل في كل شيء هذاك انا كنشوف غير جات كدير هكا الله يلا الله زوين طلق طلق جنيدة باش يبان الشكل ديالو فن ما شاء الله هكا زيد دورو قلبو 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 شوف شعل زوين فن ما شاء الله فن ها الجديد اللي دخلت حسنة طابع ما شاء الله فن
زوين والله الا جا معاك قولوا لي كيجاني الا لقيت درت لقيتكم درتو بزاف لي لايك لهذا الفيديو ديال معكم نجات غادي نبدا ندير عقلي ولدي لا علاش انت ما عندكش عقلك والله الا جا معاك زوين هذا كيعاون رطب زوين والله الا زوين زوين ديري شي لون يكون مغلوق لا هادو راه يا جنيده الزرق كيهضر بوحدو عرفتي شحال جا معاك والله القسم الا جا حسن من الاخر تلفت ليا الهضره تسرطات ليا الزرق اللي كيبان والله الا فن ما شاء الله ها انتم جنيده يلا ديروا لها لي لايك قالت لكم باش دير الشال يلا ديروا لي لايك للفيديو قولوا لي كيجاني والله الا جاك فن ياك كلشي كيجي معاك لا تغوزا كيس دياس عروسة نيضا وضا الله يرضى وضا اكي سايم كرقي كوبين ما جنيدة والله يلا جاك فن ما شاء الله الله يريس امضى وضا تقطص كندير فيديو كندير تصاور والله الا جاك فن ما شاء الله والله الا جيتي قولوا لي كيجيتكم والله اشجعوها شجعوها قولوا لي كيجيتكم القلب الابيض راه فوق الحليب تبارك الله فيك والله القاسم تبارك الله كانت وما لقيتش لك شي لون اخر يلا شي واحد يكون مغلق هذا غوز بيبي ولا ليلى هذا ما فهمتش انا بين وبين مشروك ما بين وبين غوز بيبي ما بين واو جنيده غوض لا جمعك الاخر حسن حتى هذا جا زوين ولكن الاخر حسن ياك غوز الزغر الزرق قلت الزرق والله الا جا فن ما شاء الله نصيفط لك تصاور مساء الخير ديالنا بالعربيه هذه اللي درتها والله الا كننسى من كثرت فيديو بالعربيه بالريفيه صافي كتخربقنا من طور نهار من نص نهار وحنا كنجريو جينا نتعشاو كنجريو ونجاريو وتحضيرات الحفصه الله العظيم احنا مدقدقين شوف هذاك المسا هذه دير هذه حتى هذه الزاديه مي الحمد لله في الاخير لقينا داك الشيء اللي بغينا ما انا ما صورتش صراحه ما بغيتش ندير داك فيديو يعني شيء كيتشابه شيء حتى المتتبعين ما كيلقاوش يعني من احسن كل وحده دير مقطع مقاطع ديالها بصح مقاطع شفت ما كنحطوش في نفس الوقت جنيده راه عندها كتفقاش ماشي فقاش ما كتفقاش عندي بحسب القنوات ديالي كنحط كل فيديو في ايوه كل القناه عندها الوقت ديالها ولكن انا عندي الوقت ديالي مع داك 8 8 ونص شي مره حتى 9 كاع ملي كنحط فيديو في الصباح كيبقى مسكين بلاصتو ما كيتحركش كاع خاصني يعني نخالفو شويه في التصوير ما نديروش كلشي بحال باش وحده ما يعني ما تدي الاخرى الوحده نديرو داكشي متساوي المهم جينا باين فين كاع ما نقولو فين لا ضروري نقولو فين حيت كاينين جدد معانا كاينين حنا هنايا في الناظور واحد البلاصه سميتها خليفه زوينه الصراحه فعلي الشيخ فعلي الشيخ وعندهم الجاردة زوينه و يعني ومحترمه ما فيش داكشي خلوطه داكشي ديال العائلات وجينا نتعشاو هنايا وعندهم واحد العشاء انا بعدا كيحمقني والله ندوز معكم المهم نشارك معكم كل شيء اي حاجه ابتسام مرجع عندها حفيد يلا مشات هي كنا مجموعين ودزنا ما شاء الله شرينا شعب من حاجه ونشارك معكم دابا اش غنشارك معاهم حيت شريت انا دابا خليت عندي فيا لا خليتها ديري لهم فيديو خاص ديال الحوايج ان شاء الله باش 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 انا كنت خديت واحد الجلابه جاتني شويه عريضه في الكتاف رديتها باش نقص منها جبت واحده اخرى وخدات شيلان وخدات سيكان والله العظيم غير كنجري ان شاء الله اي حاجه درناها تنشاركها معاكم فوقاش هما كاين واحد هنا جنيده غير هنا في الدوره عنده السكان في الميت عندك الجلال هنايا لا اه
هذاك اللي عنده جلال برا قريب هنا الخليفه. اذا كان محلول نقدر ندير عنده شي دوره دابا دابا ان شاء الله. غير هنا غير هنا اذا كان محلول تما واحد البنت صاحبتي كنشوفك بصح والله صاحبتي ساكنه الا ملي قلتي لي على الوجهات صحابي هذا لا عند الاخر ولكن لا دابا تكون مشات حيت ساكنه في بنين صح. ايوا صافي تغدا ان شاء الله ان شاء الله. غير هنا في الدوره كاين واحد الدري ديجا صورتو معكم عنده السي كان فني ديال برا الصراحه فيديوهات ديال معكم نجات ديال الحوايجات انا براسي كيحمقوني وحتى الذوق ديالها كيحمقني عوينات كلي زوين والله العظيم ما واحد يعني ما كيعجبنيش ندخل للسوق ونصور زعما شي حاجه كنعجب يعجبني ندير شي حاجه عجبتني باش تعجب المتتبعين ماشي نصور اي حاجه كما دايره عندها واحد الذوق رائع رائع الصراحه ذوق الماوي عندها ذوق هي اللي قلبها زوين عافاكم خليوها في الكومونتيرات على الشال فاش دير الفولار هيا غادي تحط لكم معاكم نجات فيديوز قولوا لي قولوا لي كيجي لا جاو بزاف ديال التعاليق بزاف ديال اللايك ان شاء الله غادي دير ان شاء الله غادي ندير غادي نحتفل ان شاء الله هنا في المغرب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نديروا لها واحد سميت واحد الجبله بالامداح ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ايوا داكشي راه شوف نهار اللي غنكريسي كنعسل فيقي بصح كون فيقي والله ما تحسي ماشي اخر غادي نديروا نبدا به وهم ولا نبدا به لا شوف دابا بنادم راه كيكون قلبه بيض ماشي على حسب انا ما نقولش اللي دايره الفولار حتى ماشي من ذاك النوع اللي غنقول لك انا دايره ولا دايره شوف انا ما نقدرش نعرف القلب ديال بنادم الانسان كي داير ولكن الشخص اللي عرفته انا عارف القلب ديالو كي داير بالنسبه لهي ما غاديش نقولها في وجهها وصافي والله القسم في الكاميرا وقفنا على حسب جهات الخير ديال سيدي ربي تبارك الله ما شاء الله قلت لكم احسن عشا كيعجبني والله القسم شوف انا والله القسم الى البطاطا ديال الفراك هلاو هلاو الحبايب ديالي ها انتوما الجلابه اللي جبت البارح مهم ما عرفتش خليو لي في التعاليق عجبتني وما عجبتني انا بصح عجبتني ولكن اللون جاني شويه معيق وما عرفتش مهم هي راه عريضه هانتوما المهم درت الشال العادي وصافي ما بغيتش نصدمكم ندير اللون ديالها ما بغيتش نصدمكم ما بغيتش نصدمكم ندير هذا غيجي زوين ولكن ما عرفتش المهم قولوا لي اش بان لكم ما بغيتش ندير داك اللون وعنده بحال هكا الا بغيتو ديجا انا درت تريكو تحت منها اللي بغيتوه بحال هكا عندو اللون ديالو هانتوما كتجي هكا زوينه انا اصلا ما كيعجبنيش يدين طوال بزاف نورمال المهم كتجي مخزنيه كتاف هكا هابطين هانتوما شفتو ما شاء الله عريضه انا هادشي اللي كيعجبني حاجه اللي كتكون هكا عريضه و يعني شي حاجه محترمه كتكون ما كتحشمش حنا كنقولوا ياك المهم بحال هكا راه كتجي زوينه ها القب عنده الشوشه يمكن ياك لا ما عندوش تما واحد النوع عنده الشوشه وهادو لا انا ديت في بيج خديتو شي ربع ايام ولا خمس ايام هو عندي في الدار ملي جيت نلبسو ما قيستوش ملي جيت نلبسو ماشي بحال هكا مخزاني عنده كتاف هكا نيشان لقيت الكتاف هابطين ويدين جاو لي كبارين بزاف ورديتو له البارح قال لي غادي نقص حيت هو خياط ما شاء الله داكشي باش كي زعما كتعجبني نجيب من عنده شي حاجه حاجه الا جاتك بحال هكا عريضه كينقص منها بحال هكا يدين الا جاو ليكم قصارين بغيتو ديروا هذا راه كيجبد هذا كيحيد هذا كيجبدو كيقلبو والله يطول ليكم منه شويه بغيتو تخليوه بحال هكا بحال هكا نتوما كل واحد الذوق ديالو ما شاء الله وصافي قولوا لي نتوما اللي شريت اللي خديتها في الاول خدينا انا وابتسام البارح ولكن اللي خديتها في الاول كما قلت لكم تقريبا سيمانه داك النهار ملي تلاقينا انا وابتسام مشيت انا غير بوحدي ها نتوما ما شاء الله كي كتجي ندير لكم واحد الدوره هنا شفتوا راه كيبان زعما زوين وعريض اسول انا ما عمري درت به الجلابه عندي به شي حوايج اخرين ولكن ما كنكثرش منه وهذا واحد الدن اللي زوين خديت في بيج خياطه ديالو نفس اللون الطوف في بيج والخياطه في بيج قلت زعما غادي ناخذ جوج باش نبقى نبدل فيهم هاد النهار ان شاء الله نمشي عندو ندير نمشي عندو باش نجيبو وقولوا لي هذا واش غنخليه ولا اش غندير عندي الصاك منه
وقفي يا ياسمين كاميرا، عندي من نصك ولكن ما نقدرش نديرو مع هذا شيفشين، لا ما نقدرش نديرو. هذا زوين، كنت شريته من ليد، زاد عندي ايوب كان عنده شي عام، وكاليتي ديالو زوين، ما كنديروش بزاف على اللون ديالو اللي عنده هكا داير، كنديرو هكا شي مرات في السفر شي مرات، وهو نقدر نديرو مع هذاك بيج وندير شي شال يكون في هذا اللون، ولا المهم نشوف شنو غندير معاه، ولكن هذا نديرو مع هذا لا ما كيعجبش، مشعشع جاني بزاف. المهم هذا غير الشال ديجا ديال حسنه، عندي به سيري، عندي منه هذا، وعندي واحد الغوص ديجا كنلبسو شتوه فلاتي، عندي منه هذا بحال بحال في الزواقه وفي الاخر ما بقاوش الصراحه، حتى هي عندها هادو الصراحه زوينين، ما عرفت واش كشخه ولا ما عرفت، المهم هادوك اللي رطابين زوينين. المهم خليو لي على سميتو، راه كنجبد دابا، يلا جمعت البيت دابا كنجبد وكنحط، قولوا لي على هذا وصافي. ابتسام خدات واحد اللون حتى هي تكون شاركته معكم، وانا خديت هذا راه فيه الكحل ديالو، فيه الزيتي، فيه خضر، فيه بيج بهذا اللون، فيه بيج موف اخضر، المهم فيه الالوان بزاف. يلا خليو لي في التعليق واش جا معايا زوين، واخا هذا ماشي الشال ديالو يعني درت بيه وصافي. هادشي اللي كاين، ما تنساونيش الحبيب ديالي من لايك، التعليق ديالكم زوينين بحالكم، نقول لكم سلامة، فيديو اخر ان شاء الله.